هذه مبادره كبيره ديال ليالي المتاحف. المتاحف اللي هما كتعرفوا في بلادنا كاين 100 متحف، وتحت يعني رؤيه ديال صاحب جلاله الكبرى باش تكون اعاده الهيكله ديال هذه المتاحف، تعمل واحد الاستثمارات وتعطات واحد الديناميه اللي هي كبيره. واليوم الحمد لله انه متاحفنا منفتحين على المحيط ديالهم وعلى المواطنين، وكنشوفوا بانه استثمارات كبيره اللي تعملت بفضل يعني التتبع الخاص لهذا الميدان ديال صاحب جلاله. وحنا فرحانين اليوم باش نساهموا في هذه المبادره اللي هي انطلاق ديال ليالي ديال المتاحف اللي غادي تكون مره في السنه ليله ديال المتحف حتى يعني وقت متاخر من الليل بما فيه اليوم، اللي هي مفتوحه للمواطنين في واحد 50 متحف على الصعيد الوطني، واللي بالمجان للمواطنين باش يكون تقريب يعني نقربوا الفن للمواطنين. وشكرا لك.